شكرا. تست تست تست. ماشي يا جماعه المايك المايك. انت اجيب لك كلهم. ماشي؟ يلا.
هنبتدي يا جماعة. الناس اللي قاعدة ورا الصوت كده، كل واحد بقى في دوره. اول ما الستاره تفتح كل واحد في دوره. فاست ما حدش يبان هنا. هقفل الباب شويه. بيبو هقفل الباب شويه. مش لازم عشان تبقى شايف. طيب تمام. فين كارمي؟ كارمي ابتدي افتحه. لو ما جاش يبقى اندرو وصار على طول وبعد كده اوف ويستهبل. يلا 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 افتح يلا. محدش دلوقتي وصلت ولا لسه؟ ايوه يا فندم انا لسه واصل حالا دلوقتي المكان وهنطلع على الهواء حالا دلوقتي. طب يلا بسرعه، عايزين نعرف الناس اللي عندك دي بتعمل ايه. حاضر يا فندم. حالا انت عارف لو ما طلعتش بلقاء عادي من الموضوع ده انت عارف عامل فيك ايه؟ يا فندم يا استاذ ما ينفعش تعمل معايا كل شويه ده وتديني الكلمتين دول. انا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه؟ بتقول لي ذنبك ايه؟ ذنبك انك مخسرني نسبه مشاهده مش عارفين نعوضها لغايه دلوقتي. يا فندم انا مالي، انا اللي بروح اماكن بعمل لقاءات مع ناس غريبه. الكلام ده تقوله عند دكتور امراض نفسيه حضرتك مش عندنا. واديني بقول لك اهو دي اخر فرصه ليك. سلام. يا رب جنازتك تبقى على الهواء قريب يا بعيد. جاهز يا ابن الكاميرا؟ يلا الكاميرا جاهزه عندك؟ تمام يلا ماشي اوكي يلا بينا. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. احنا النهاردة قلنا نيجي المكان ده ولقينا ناس هنا واقفين متجمعين. يا ترى بيعملوا ايه ولا مين؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. نتعرف بحضرتك. انا ايوه انا بكلم حضرتك. انت حضرتك اسمك ايه؟ انا بكلم حضرتك. انا بكلم حضرتك قول لي اسمك ايه. انا اسمي انا. حضرتك اسمك انا. مظبوط. اعزائي المشاهدين الحلقة ابتدت. قول لي بالمره اسمك انا ايه؟ انا وبس. اسمك انا وبس. يا اهلا يا استاذ انا وبس. ممكن حضرتك تقول لي يعني بتشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ ولا حاجه. ما بشتغلش حاجه، انا بهتم بنفسي وبس. ايه ده؟ معلش ما فهمتش حضرتك، ممكن توضح اكتر يعني ايه بتشتغل نفسك وبس؟ بص يا استاذ بذنتك كده، في هنا اي حد يستاهل اني انا اهتم بيه؟ في اباء دول يستاهلوا طبعا، وفي اساتذه لا ما تديناش بدا على راسنا من فوق، وفي ابوس ايدك ده يستاهل اكتر مني وما تدينيش بدا. يا قل ايوه ما طلع وانت مع بعض ما طلع وانت مع بعض بنهزر ايوه ما تعدل كده كمل. يعني عايش ازاي هو كده؟ ما بعملش حاجة، أهتم بناس تانية ليه؟ وأشغل نفسي ليه؟ بصراحة كده قليلين قوي اللي يستاهلوا إن أنا أهتم بيهم، وهم يستاهلوا إنه يتوهوا في اللي هم فيه. ياه، ده أنت جميل بشكل. بص يا أستاذ، ده أنا زي السكر في الشاي.
عامل مكسرات على الرز بلبن، ده انا زي الكريزة على التورتة. وانا بقول لك انا التورتة. ايه ده انت التورتة؟ ده انت طعمك حلو قوي. طب احنا مش حاسين بقيمتك بقى. طبعا. طب ممكن بقى يا استاذ انا وميز تقول لي حضرتك هنا بتعمل ايه؟ احنا بتباعوا. يتباعوا؟ ايوه. تبع مين؟ بتباعوا هو. هو مين؟ بتبع مين؟ يا استاذ ازاي ما تعرفش؟ دي حاجة واضحة زي الشمس. ايوه اللي هو مين؟ يو نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انتوا اللي حصل لكم؟ انتوا ركبتوا عفريت؟ ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ وما هي الحلقه بايظه ولا ايه؟ اعزائي المشاهدين هنوضح الموقف حالا. ثواني معلش، ده بس فاصل اعلاني وخلصنا منه. وسع وسع. نتعرف بحضرتك. ايوه انت فاجئتني الصراحه. ايه ده؟ اتفاجئت؟ ايه؟ انا هقعد عليك كده؟ نتعرف بحضرتك. فاجئتني تاني. ده انت شكلك جميل وحبوب وهتريحني. اسمك ايه؟ اني معاهم. اسمك معاهم؟ يعني ربنا يبتليني بواحد اسمه اني وانت اسمك معاهم؟ كده بفهم. طب ممكن بقى تقول لي انت فرحان ومبسوط قوي انك دي؟ اصلي فرحان جوي جوي اني معاكوا ليه؟ فرحان ليه؟ قول لي. صدقني ما خبرش. كيف يعني ما تخبرش؟ اصلاني بحب اللمه الحلوه، اروح معاهم، اجي معاهم، وامشي معاهم، واقعد معاهم كمان. فلقيت الناس دي واقفه هنية بيعملوا ايه؟ ولا مين ما خبرش؟ بس اهم حاجه انامي معاهم. بابا احلى حاجه عجباني ضحكتك دي. ايه السحله دي؟ طب ممكن بس يعني عرفني هم واقفين هنا بيعملوا ايه؟ بيقولوا بيتباعوا. ايوه بيتباعوا مين؟ كيف ما تعرفش مين؟ لا ما اعرفش مين. احب اقول لك مين؟ قول لي مين؟ نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا. انتوا بتتحولوا ليه فجأة؟ انا عايز افهم بس ايه النقلة اللي انتوا بتعملوا دي؟ انا عايز افهم انتوا بتعملوا ايه؟ اعزائي المشاهدين، انت شيك وانيق، فالشياكة والأناقة بيطلع بيها الناس بنعرف نفهم منها، نزلت من دول. نتعرف بحضرتك. مساء الخير حضرتك. مساء الخير، حضرتك اسمك ايه؟ طيب انت تحب اسمي يكون ايه؟ ضري يا استاذ ما تحترم نفسك، احنا بنضوع على الهوا، في ايه؟ ما تقول لي اسمك وخلص. اصل انا اسمي حبوب قوي. اسمك حبوب قوي؟ قوي قوي قوي، يعني انا بحبك. I love you. Ich liebe dich. Je t'aime. تي. ايه انت عايز تقول اغاني لغه؟ عاوز اقول بحبك بالابت بس لو ما قلتهاش صح هتعلق. كانك قلتها. انا عارفها برضو. حاجه فيها يلا ما علينا. ياه طب ممكن بقى ده واضح كده ان انت مليان اسرار وهتقول لي حاجات كتيره. اسرار؟ مفيش اسرار، انا بس بحتفل بالفالنتين كل يوم. يا سلام يا رومانسي، بتحتفل بالفالنتين كل يوم؟ طب ممكن بقى تقول لي حضرتك واقف هنا بتعمل ايه؟ اصل انا عرفت ان هي بتتباعه فانا كمان برضه لازم اتباعه ولا ايه؟ هي بتتباعه فانت برضه بتتباعه. هي مين؟ هي الورده اللي طالعه من الفازه، النور اللي طالعه من اللمبه، السمره اللي طالعه من الشجره، البيضه اللي طالعه من الفرخه، اللبن اللي طالع من الجاموسه. اخ يا جاموسه. جاموسه في راجل انت؟ جاموسه انت؟ بص انت انا مش مطمن لك الحقيقه من ساعه ما ابتديت معاك. انا اسف. انا هو بقول لك في ايه؟ انا اسف، قلت لك انا اسمي حبوب قوي. ده انت بتحب على روحك. طب ممكن تقول لي يعني واقف هنا دلوقتي بتعمل ايه؟ انا بتباعهم. ايوه يعني بتعمل ايه؟ ما هو ما دام هي بتتباعه فانا برضو لازم اتباعه. طيب انتوا الاثنين بتتباعوا مين؟ اللي بتباعه. اللي هو مين؟ يوه 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 يوه. نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك
فاضلي؟ انا عارف ان انتوا تبع الريس، ما عمال هو عايز يرفدني وانتوا تبعه. يا جماعه عايز اطلع منكم بمعلومه، انتوا بتعملوا ايه انتوا؟ انا عندي اكيد يقين، وانا متاكد ان عند الجنس الاخر الواحد بيقدر يوصل لمعلومات اكتر من كده، لانهم من اول جمله بيفروا يقولوا كل اللي جواهم. فنجرب كده ونشوف. نتعرف بحضرتك. انا ايوه بكلم حضرتك، اسمك ايه؟ انا قلقانه. لا 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 قلقانه ليه؟ ما تقلقيش خالص، انا بعمل انترفيو بسيط وهرجع كمان امشي على طول، ما تقلقيش. اسمك ايه؟ اسمي قلقانه. بقول لك ايه، التلاتة اللي واقفين قدامي دول كان بيتكلموا عني صح؟ لا 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 خالص، ما حدش كان بيتكلم. رد عليا. لا ما حدش كان بيتكلم. رد عليا. حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل، كانوا بيتكلموا عليك وبيقولوا كلام مش بطال. انا قلت لهم عيب كده، اللي انتوا بتعملوه ده. لا حصل. اهدي، ممكن بس تقولي لي انت بتعملي ايه هنا؟ بص انا كنت قاعده في حالي، كنت في امان الله، وفجاه قالوا لي اللي مش هتبعه هيندم ندم شديد جدا، فانا خفت. ايوه خفت، وقلت لا، انا لازم اجي هنا واقف معاهم واتبعوا معاهم، وبكده انا مش خسرانه حاجه خالص. ايه ده؟ يعني انت واقفه هنا عشان ما تندميش؟ مظبوط، واقفه هنا وبتبعوا معاهم. ايوه، ما تعرفيش مين اللي بتتبعيه؟ ما اعرفش وما يهمنيش. ازاي ما يهمكيش؟ ما يمكن لما تعرفي ترتاحي. سيبني بقى. يوه، نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا. انا معجزه. انت معجزه؟ امال ايه؟ مش كده؟ صح؟ خلاص ما انا عرفت النظام، الحلقه باظت. امال ايه؟ يلا يا معجزه هانم، قولي لي بقى بتعملي ايه هنا؟ بيقولوا بيعمل حاجات حلوه قوي هنا. بيعمل حاجات حلوه؟ حاجات زي ايه؟ امبارح قالوا ان في زيت نزل من على الحيطه بتاعت الشارع اللي ورانا. في زيت نزل على الحيطه في الشارع اللي وراكم؟ امال ايه؟ وكمان ظهر في كوبايه الشاي بتاعت البيت جارتنا. ظهر في كوبايه شاي البيت جارتكم؟ امال ايه؟ ده مين اللي ظهر في كوبايه الشاي؟ هو. امال هيكون مين يعني؟ وكمان قال لنا اللي هيعمل لايك وشير هيجيله منه كل الخير، وانا ديني عملت اللايك والشير ومستنيه منه الخير. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انتوا خلصتوا دلوقتي. يا رب ابعت لي اي حاجه عشان ننقذ في الحلقه ديت. اعزائي المشاهدين هنوصل للحل حالا، ابعت لي اي حد يريحني. ده 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 انتوا بتعملوا هنا؟ على فكره انتوا بتتبعوا غلط. ايه؟ مش انتوا قلتوا نتبعوا كده؟ ايوه، بس مش من هنا، من هنا لفوا. يوه، نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا. شاطرين، خليكوا واقفين كده. يا حضرت يا استاذ، خليك ثواني محتاجك. ده اللي كان هيريحني ويقول للناس بتعمل ايه هنا. طب اعمل ايه؟ اسال ناس في الشارع، ادور على اي حد اساله. لو سمحت حضرتك ممكن تقولي لي طب الناس اللي بيعملوا دوت صح؟ على فكره الناس دي كل اللي بيعملوه غلط، وهم اللي جايبنا ورا. عن اذنك. ايه ده؟ مالها دي؟ مين دي؟ ايه ده؟ ايه الناس اللي بنلاقيها في الشوارع؟ حضرتك طب ما دام انت ليه مش واقف معاهم وبتتبعوا زيهم؟ صدقني انا بتبعوا زيهم بالظبط، بس مش فاضي خالص. سلام. ايه الناس دي؟ انا عايز اقول لحضرتك الناس دي حلوة قوي، وانا بحبهم جدا جدا جدا، وبحبك يا امه. سلام. انا قلت ان الشارع ده مش مظبوط، الشارع ده مليان كوليكشن كوكتيل. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اسال مين؟ انتوا بتتبعوا مين؟ ولا احنا بنتبع مين؟ انتوا بتتبعوا مين؟ هو بتتبع مين؟ بتبع مين؟ بتبع واحد وله انا نديم يوم الشوك اللي في الجبين، ولا انا عايشها بالطول والعرض وسقف طموحي نص يومين. بتبع واحد
بكل إيمان وببشر زي التيهان، ولا جاوبت على أمره برفض ربي لوحدي؟ قال هينام بتبع واحد باستقلال، قدوة في صحبة بالأفعال، ولا الضال هيزيد لفرد تابعوا يمين وتابعوا شمال؟ أنا بتبع واحد مات علشاني، إداني صورته وفداني، ساب ملكوته وجام الأرض وبقيامته رفعني مجاني. أيوة يا فندم. أيوة يا مستيس، أنت بتخرج بطول إيه يا مذيع تعبان؟ وأديك بمثل الحلقة دي كمان، بس اللوم مش عليك، أنا اللي غلطان، عشان المفروض كنت رفضتك من زمان. أيوة يا مذيع الفاشل، أنت مرفوض مرفوض مرفوض، وبقول لك خد الكاميرا مان معاك كمان. سلام سلام سلام. يلا هي شغلانه راحت تروح، انا ما كنتش طاير الاول اصلا، انا واقف مع الناس الحلوه دي. يلا ها كنت بتعملوها ازاي؟ ما يلا انتوا هندكتوا ولا ايه؟ في ضمان ايه؟ نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا، نتبعك بكل قلوبنا. فوقوا فوقوا خلاص. لو الصلاة كلها قالتها ما تجد البوليس هي. احنا مش هناخد صورة ولا مش طب احنا يجي بقى نخلص. شباب النمسا كلهم سيدنا، حب قدم لكباستك هدية صغيرة، وحد من الشباب هو اللي عاملها. اتفضل يا سيدنا.
هو طيب. الصبح كده ان النهارده يوم مفرح في تدشين الكنيسه وجود كنيسه جديده وتحمل اسم اسماء قديسين بنحبهم كلنا، وبعدين كمان في فرحه اليوم يبقى فيه اللقاء المفرح ده، المسرح الجميل والكورالات اللي قدمت سواء الاطفال الصغيرين او متوسط العمر او يعني الشباب اللي قدموا مختارات جميلة بالألماني وبالقبطي وبالعربي، وفرحتكم كلكم بولادكم وبحضن الكنيسة الكبير. عايز أقول لكم إن أمثال هذه الاحتفالات والأعداد وأمثال الأماكن الحلوة دي، المكان ده مش عارف كلكم شفتوه قبل ما ابتدى، مش كده بقى؟ شفتوا المكان ده من المكتبة؟ وبعدين بقى أنبا جبريل والناس الحلوين اللي وياه عملوا من من ايه؟ مش سامع؟ لا مش شامم. عملوا من ايه؟ انتوا مكسفون تقولوا ولا حرام هنا؟ عملوا من مكان كان عادي وكان مصنع او كان حاجة زي كده، اتحول لمكان خدمة جميل، جمعكم كلكم وكل اولادكم وعلى المسرح قدموا حاجات حلوة وعادات كبيرة، وده بيساهم في بناء شخصية كل انسان. يعني ما تستقلش ان الولاد الصغيرين والاطفال اللي عمرهم 5 و6 سنين يطلع على المسرح ويقول ترنيمة ويشوف الناس بيسقفونه، دي حاجة في بناء الشخصية، شخصية ولادنا وبناتنا، الشباب كده والشابات كده والفتيان كده والفتيات كده والأطفال الصغيرين، حتى الشباب اللي أدوا الأداء المسرحي الجميل ده بفكرة جديدة وبطريقة جديدة، وبتخلي الواحد يفكر اللي بيطبع المسيح ده بيطبعه صح ولا بيطبعه غلط، يفكر في طريقه وفي مسيرته. الحقيقة أنا فرحانة إياكم خالص، وطبعا كل الاباء مشتركين معنا في هذه الفرحه الكبيره في هذا اليوم الجميل، والجو كمان جميل وكل حاجه جميله، مش كده؟ كل واحد سقف للي جنبه. كل مره وانتم طيبين ودايما متجمعين كده في مناسبات حلوه وقلبكم مليان محبة وفرحانين بالكنيسة، أنا تهيألي الناس اللي في أوروبا كلها بصفة عامة في كنائس كتيرة ما يبقاش فيها كنيس غير قبطية، يعني ما فيهاش الروح الشعبية الجميلة بتاعتنا دهية. ربنا يديمها وتحافظوا عليها، ودايما فرحانين ومتمتعين بكل خدمة بتقدمها الكنيسة، وبتشاركوا بفعالية وبتقدموا ولادكم وبناتكم بيعيشوا وخدام وخادمات يخدموا، وسنة عن سنة عشان أنا جيت هنا مرات كتيرة وبشوف الخدمة باستمرار في محبة أنبا جبريل من أيام 2003، وجيت بشوف الخدمة وبشوف الكنائس وبشوف عمل ربنا الكبير. الحقيقة أنا شخصيا ببقى فرحان خالص إن ربنا بيتمجد من يوم ليوم ومن سنة لسنة. ربنا يديم عليكم كل هذه النعم. ربنا يخليك لينا يا سيدنا، قداستك فرحة فرحة من زمان، ونتبعك يا سيدنا أيضا مع المسيح. يعني فرحانين بالاباء. سيدنا دلوقتي اعتقد ما خدتش البركه من ايده، مش كده؟ في حد ما خدش البركه من ايده؟ لا قولوا انا. ففي هديه صغيره، والجربان فين؟
كلهم انا بنتبعك برضو سيدنا. فيبقى يعني لو تسمع قداستك يعني حد يوزع مع قداستك, وفي كمان حنوت ست دميانة وزعتها كله تمام. يبقى تفضل البركة من يد سيدنا واتنين يصوروا مع بعض في وقت واحد عشان نحطوا كل الصور من فضلك بشوي نحطهم على الصفحة بتاع الكنيسة. أبوك يحب أنا ما مجاوب خالص. كل الصور إن شاء الله نحطها على صفحة الكنيسة أو صفحة تشتركوا فيها, بس على طول ما تستناش مشين دميان. أنا بقول لك أهو أنا كان في فكرة نحن ناخد بركة سيدنا مع الإخوة اللي تعبوا, لكن صراحة اللي تعبوا كتار يعني مش يعني نص اللي حاضرين يعني, وكلكم تعبوا من أجل الكنيسة عامة يعني. فإحنا نعتذر عن نحن نذكر حد اللي قال لو يسكت أسماء أكيد هيزعلوا يعني, لكن بنشكر كل واحد وواحدة تعبوا في الكنيسة في المكان من غير مجهودكم الرائع ده ما كانش هيبقى عندنا مكان خالص. وسيدنا بيجي على حصة محبتكم الغالية للكنيسة وليه ولينا احنا كمان. ربنا يخليك يا سيدنا نتبعك ونتبع المسيح ايضا. طب بصوا يا جماعه عشان نعمل يعني نعمل نظام كده سريع, اللي هيجي من هنا الاول كده ونتخرج كده كام صف يسلم على كنيسه البابا ويتصور ويطلع من النص. اوكي سهله, كله هيسلم يعني محدش يستعجل ان هو كله سيدنا قاعد معانا, كله هيسلم. الكشافه هتساعدكم, كل صفين مثلا هيقوموا وهكذا ماشي. بس اللي في النص الطريق في النص لازم يكون فاضي, لازم يكون فاضي يعني بشوي. حبيبي ممكن تصور من الناحيه دي كده, محدش في النص خالص يكون مهله عشان الدنيا والسيوله تبقى سهله خالص للمرور. Oh.